لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فنواصل حديثنا حول صفات عباد الرحمن التي وردت في ختام سورة الفرقان، والتي وعد الله عز وجل أصحابها بالجنة يوم القيامة، فقال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. وحديثنا اليوم عن الصفة العاشرة من صفات عباد الرحمن، ألا وهي ملازمة التوبة. فإن من صفات عباد الرحمن أنهم إذا اقترفوا ذنبا أو وقعوا في معصية فإنهم يسارعون إلى التوبة ويلازمون التوبة، فهذه من صفات عباد الرحمن. وكما تعودنا، فلأجل أن نتناول الحديث ونعين على فهمه وتيسيره، نشير إلى عناصره التي نتناوله من خلالها. فنتناول حديثنا اليوم من خلال ثلاثة عناصر. أولها الخطأ طبيعة البشر، وثانيها من جزاء التائبين تبديل السيئات حسنات، وثالثها أمور تعين على ملازمة التوبة. فأما الأول كما أشرنا، وهو أن الخطأ طبيعة البشر، فإنه ربما يظن ظان من خلال قراءة الآيات أو مطالعتها أن صفات عباد الرحمن هذه تقتضي أن عباد الرحمن لا يقترفون الذنوب ولا يقعون في الأخطاء، وأنهم معافون من ذلك، وهذا غير صحيح، فإن ذلك مخالف لسنة الله عز وجل الكونية. فإن الله عز وجل خلق البشر وجعل فيهم الخطأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فكلنا ذو خطأ، كلنا أصحاب ذنوب، وعباد الرحمن بشر من البشر، ليسوا معصومين، ولذلك هم يقعون في الخطأ ويقعون في الزلل. وهذا الذي اقتدى أن تكون لهم هذه الصفة، وهي ملازمة التوبة، فإنهم إن وقعوا في الزلل أو الخطأ أو المعصية سارعوا إلى التوبة والتزموها. ولذلك قال الله عز وجل ذلك بعد الآيات التي تحدثت عن جرائم المشركين والكافرين التي هي أوصافهم الدائمة لهم: الشرك، القتل، الزنا، والعياذ بالله. فقال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس، ولا يزنون، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. فهذه الصفات هي أبرز صفات الكفار والعياذ بالله: الشرك، القتل، الزنا، والعياذ بالله. ولذلك فإن من صفات عباد الرحمن كما تقدم أنهم يتخلون عن هذه الصفات، أي لا يتصفون بهذه الصفات، فتكون بالمقابل صفات حميدة، فهم لا يدعون مع الله إلها آخر، فهم لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهم لا يزنون. ثم قال الله عز وجل بعدها: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب، إلا من تاب. فبين سبحانه وتعالى أنه يجري على عباده أنهم يرتكبون مثل هذه الآثام لكنهم يتوبون، فإنهم بضعفهم البشري
إذا وقعوا في هذه الآثام وغيرها فإنهم سرعان ما يتوبون ويلتزمون التوبة. وهنا لطيفة تفسيرية نشير إليها، وهي أن الله عز وجل كرر ذكر التوبة في آيتين، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وآمن ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فكرر سبحانه وتعالى ذكر التوبة. قال المفسرون أن الأولى في حال من كان من المشركين، فإنه كان يقترف هذه المعاصي، الشرك والقتل والزنا والعياذ بالله، هذه أعمال الكفار والمشركين وأوصافهم الدائمة الملازمة لهم. ولذلك قال بعدها: إلا من تاب وآمن. وأما الآية الثانية ومن تاب وعمل صالحا، قالوا هي في المؤمنين، أي إذا عصى المؤمن ربه ووقع في المعصية فإن الله يقول له: ومن تاب وعمل صالحا، ولم يقل ولم وآمن، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي تكون توبته توبة صادقة. فوعد الله عز وجل التائبين سبحانه وتعالى بأجر عظيم، وهو أنه يبدل سيئاتهم بالحسنات، وبشرهم سبحانه وتعالى بذلك، وهذا ما يأتي عليه الحديث في عنصرنا الثاني. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى كما جعل في عباده الخطأ من صفاتهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، جعل سبحانه وتعالى الميزة والمحمدة لمن يتوب من الذنب ويسارع على الفور ويقلع عنه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن أصحاب ذلك، قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، أي سارعوا إلى الاستغفار والتوبة والرجوع والإقلاع عن الذنب وندموا على فعله. ولذلك عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى لما كان البشر من طبيعتهم الخطأ والله يحب من عباده أن يتوبوا إليه، فتح لهم أبواب التوبة على مصراعيها، وجعل الله عز وجل باب التوبة لا يغلق إلا يوم القيامة أو بموت الإنسان. ولذلك جعل لهم الآيات والأخبار الكثيرة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم التي ترغبهم في التوبة والرجوع إليه وعدم اليأس إن وقعوا في الذنب مهما كان الذنب عظيما. ومن ذلك يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إني لغفار لمن تاب، كثير المغفرة سبحانه وتعالى للذين يتوبون إذا ارتكبوا الذنوب. وقال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال نبيه صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وذلك لأن التوبة إقلاع وندم وعزم على عدم العودة وإصلاح لما فسد. فإذا تاب العبد إلى الله عز وجل جازاه الله عز وجل أحسن الجزاء في الدنيا وفي الآخرة.
فجزاء التائبين عند الله عز وجل عظيم في الدنيا قبل الآخرة. ففي الدنيا تكون البركات ويكون التوفيق ويكون التسديد والتيسير هو الذي يجعله لهؤلاء التائبين. قال الله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إن الذين يتوبون إلى الله عز وجل ويلازمون التوبة يبارك الله عز وجل لهم في أموالهم وفي عيالهم وفي أرزاقهم وفي أبدانهم، والبركة تحل معهم على الدوام لأنهم يداومون على التوبة. فإنهم وإن وقعوا في الذنوب يسارعون فيتوبون ويلتزمون التوبة دائما. وأما جزاؤهم في الآخرة فمن ذلك أيضا. قال الله عز وجل بعدما ذكر ما يكون منهم من الذنب والإقلاع والتوبة، قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. انظر إلى جزاء التوبة، انظر إلى جزاء الرجوع إلى الله بعد الذنب. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ثم قال تعالى: ونعم أجر العاملين. انظر، إن التوبة عمل، فإنهم وإن أساءوا بالذنب لكنهم لما تابوا فإن هذا من عظيم الإحسان، فإنها اصطحبت الإقلاع والعزم والندم على ما أنهم فعلوا وقدموا من ذنب فندموا عليه وأقلعوا عن هذا الذنب وعزموا على ألا يعودوا إليه، ولذلك يكون ذلك جزاؤهم. وإن من عظيم جزاء التائبين ما بشرهم الله عز وجل به في الآيات التي بين أيدينا. قال: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا ينقلنا إلى عنصرنا الثاني من الحديث. ما هو المقصود بالتبديل هنا؟ كيف تبدل السيئات فتصير حسنات؟ وهل التبديل تبديل حقيقي أم أنه تبديل معنوي أو غير ذلك؟ أذكر لكم بإجمال كلام المفسرين من السلف والخلف، ونقف مع كل قول من هذه الأقوال وقفة فيها ما يبشر المذنبين التائبين، فكيف بالطائعين الذين ابتعدوا عن ذلك؟ قال الله عز وجل: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. انقسم المفسرون من السلف والخلف في ذلك على رأيين وقولين، وكلاهما بشرى للمؤمنين. أما الأول قالوا التبديل يكون في الدنيا، وأما الثاني قالوا التبديل يكون في الآخرة. ما هو المقصود؟ الأول قالوا التبديل يكون في الدنيا، أي يبدل الله عز وجل حال هؤلاء فيتحولون في أقوالهم وفي أعمالهم من المعاصي إلى الطاعات. وأما القول الثاني قالوا: لا، التبديل في الآخرة، فإن الله عز وجل يبدل مكان كل سيئة حسن على ظاهر الآية. وكلاهما قولان للسلف من المفسرين والخلف رضوان الله على الجميع. فنقف وقفة مع كل قول من القولين نتأمل فيها ذلك. فأما الوقفة مع القول الأول وهو
أن التبديل يكون في الدنيا، وهو كما ذكرنا أن معناه أن الله يبدل أقوالهم وأفعالهم بعدما كانوا يقولون ويفعلون المعاصي والذنوب، وربما يحاربون الله ورسوله ويقاتلون المؤمنين ويزنون ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ويفعلون ما يفعلون من الذنوب، فإن هم تابوا تبدلت أحوالهم وانقلبت أحوالهم العكس. فقال أصحاب هذا القول وهم ابن عباس رضي الله عنه والحسن رحمه الله وقتادة ومجاهد وغيرهم، قالوا التبديل يكون في الدنيا، يبدل الله عز وجل سيئاتهم حسنات، أي تنقلب أحوالهم، هذا الإنسان يتغير تغير تام بعد ما كان يغب في المعاصي ويفعل المعاصي وربما يحارب الله، فتراه قد انقلب حاله وتحول إلى إنسان يطيع الله ويحب الله وينصر دين الله، فتبدل حاله، فتتبدل السيئة تصير بعد ذلك حسنات، تتبدل أعماله وأقواله بالسيئات تصير بعد ذلك أعماله وأقواله بالحسنات. وهذا القول قد تشهد له أحوال الناس التي لا تعد ولا تحصى في الكون، فكم من ذنب أحدث توبة صادقة تغير بها حال هذا الإنسان وصار ربما في مكانة هي قريبة من الصديقين والنبيين، وهو الذي كان بالأمس ربما من أكفر الكافرين أو أفجر الفاجرين، فلما كان هذا الذنب الذي جاءت بعده التوبة الصادقة تبدل حال هذا الإنسان، والأمثلة على ذلك لا تحصى سواء في الزمان القديم أو في تاريخ الإسلام أو في الحياة اليومية. كم من إنسان بسبب ذنب اجترفه أو بعض الذنوب يجترفها فتاب إلى الله منها، تبدل حاله وتحول وتغير وانقلب وصار إنسانا من أصلح الناس. انظر إلى أمثلة ثلاثة أذكرها على مسامعكم، والأمثال كما ذكرنا لا تحصى، بل فينا ربما من هؤلاء والحمد لله من كان ربما عاصيا فاجرا قبل ذلك، فلما تبدل حاله إلى الطاعة تغير وتبدلت السيئات فصارت حسنات. فمن هذه الأمثلة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه، فهؤلاء رضي الله عنهم ارتكبوا ذنبا عظيما وهو التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن رسل دين الله عز وجل بالتقاعس عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك، وكان هذا ذنبا عظيما في حقهم وفي حق من يفعله، ولذلك كانت العقوبة شديدة كما مر بنا قبل ذلك ونحن نتعرض لهذه القصة. فكان هذا الذنب سببا لتغير الحال وتبدله وصار إلى أحسن حال. فكعب بن مالك وصاحباه كان قبل ذلك ربما من غمار الصحابة، فتغير وتصور ماذا الذي حدث. فكعب بن مالك وصاحباه فإن من أعظم ما تغير من حالهم قول النبي صلى الله عليه وسلم للواحد منهم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. كان يوم توبة أحدهم هو أفضل يوم منذ ولدته أمه، حتى تكلم علماء الإسلام وقالوا هناك إشكال، هل يوم إسلامه أفضل ولا يوم توبته؟ وبالجمع أن يوم إسلامه إذا اجتمع إليه يوم توبته يكون أفضل أيام عمره. توبة كعب بن مالك وصاحبيه بسببها نزل القرآن، نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي هؤلاء ويحكي حالهم ويذكرهم الله عز وجل في كتابه
بما يدل على عظيم إيمانهم وإخلاصهم. قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فوصفهم الله عز وجل بهذه الأوصاف الجميلة، وما كان ذلك إلا بسبب الذنب الذي ارتكبوه ثم تابوا منه فأحدث تغيرا. بل وكذلك هؤلاء رضي الله عنهم صار ذكرهم في القرآن يتلى وهم أحياء يرزقون. تصور أنت كعب بن مالك يقف في الصف والإمام الذي يصلي بالناس يقول: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. أي تعظيم ورفع للشأن أعظم من ذلك؟ بل القرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بتوبة هؤلاء، وكان هذا بسبب الذنب الذي ارتكبوه. بل سميت السورة نسبة إلى حالهم وحال توبتهم تعظيما لشأنهم وشأن توبتهم. ولذلك قال كعب بن مالك في توبتهم، قال: وإن من توبتهم ألا أقول إلا صدقا، والله ما تعمدت كذبة منذ ذلك اليوم. وهو يحكي ذلك وهو في شيخوخته رضي الله عنه وأرضاه. فيتبدل الحال، تتغير الأحوال من حال المعصية إلى حال الطاعة. وانظر إلى توبة عكرمة بن أبي جهل وأمثاله من أهل مكة كسهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب وغيرهم الذين حاربوا الإسلام أشد الحرب وعادوه أشد العداوة وفعلوا ما فعلوا بالمسلمين وقتلوا من قتلوا وشردوا من شردوا وأخذوا أموالهم وفعلوا ما فعلوا. بل وكان عكرمة على الخصوص وسهيل بن عمرو كلاهما من أشد الناس لسانا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب والقدح والطعن وغير ذلك. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا قال: إن وجدتم عكرمة بن أبي جهل معلقا متعلقا في أستار الكعبة فاقتلوه، لا تقبلوا منه، اقتلوه. ففر هاربا. ولما كان يوم توبته لما رجع من اليمن ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفقة أنفقتها في الصد عن سبيل الله إلا وسأنفق ضعفها في سبيل الله، وما من قتال قاتلته في الصد عن سبيل الله إلا وسأقاتل ضعفه في سبيل الله. وكذلك سهيل بن عمرو الذي كان يهاجم الإسلام بخطبه الرنانة يتحول ويقول: يا رسول الله إن لساني هذا الذي حاربت به الله ورسوله لم أقف موقفا بعد ذلك إلا مدافعا عن الإسلام وعن أهله وعن رسوله. وظل ينافح بلسانه رضي الله عنه عن الإسلام والمسلمين إلى أن يوم أن قتل شهيدا. وكذلك عكرمة وغيرهم. كذلك توبة الفضيل بن عياض. كان الفضيل بن عياض قبل توبته كان من أكثر الناس اقترافا للذنوب، كان يعيش حياة الفجور والفاحشة والعياذ بالله، الزنا والخمر والسرقة وقطع الطريق، وكان الناس يخافونه جميعا. فكان الناس إذا سمعوا بالفضيل في مكان يقطع الطريق يخافون خوفا عظيما ويتملكهم الرعب الشديد. حتى كان يوم توبته أنه صعد يوما ليسرق، وفي بعض الروايات ليزني بامرأة، يتصور بيتا فإذا بجار هذا البيت رجل يصلي الليل ويقرأ قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال: الآن يا رب إن عبادك يخافون مني وأنا لا أخافك،
الآن يا رب. وكان هذا الذنب سبب توبته وتحوله وتغيره تغيرا شديدا، فصار الفضيل قاطع الطريق، صاحب الفواحش، شارب الخمر، صار عالم من علماء الأمة، بل ولقب بعابد الحرمين. ولذلك كان من كلامه بعد توبته أن كان يقول: والله لأجتهدن اجتهادا شديدا ألا أعصي الله أبدا. وكان يقول: إن من توبتي أن أجاور بيت الله عز وجل الحرام. هجر المكان الذي كان يعيش فيه وانتقل إلى مكة، وظل حياته كلها مقيما في مكة يجاور بيت الله عز وجل حتى لقب بعابد الحرمين. وهذا المعنى كما ذكره أصحابه المقصود به بتبديل الحسنات السيئات إلى حسنات، أن تتبدل أحوال أصحابها في الدنيا فيتغيرون من حال إلى حال. فكم من إنسان كان يهاجم بقلمه مثلا، كان يهاجم الإسلام ويطعن على شرائع الدين، فبتوبة تحول إلى إنسان ينصر دين الله. كم من إنسان كان يشاهد الأفلام والمسلسلات ونحو ذلك، فبتوبة تحول إلى إنسان يجلس في المساجد ويقرأ القرآن. كم من إنسان كان يسمع الأغاني وكذا، صار إنسانا وتحول إلى إنسان آخر بتوبته، يحفظ القرآن ويقرأ كلام الله ويبتعد عن المعاصي، تحول حالهم. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وأما الوجه الثاني وهو أن التبديل يكون في الآخرة، وهذا عليه طائفة من السلف أيضا رضوان الله عليهم: أبو هريرة وسعيد بن جبير وسلمان الفارسي وأبو ذر رضوان الله عن الجميع. قالوا: التبديل في الآخرة، أي أن الله يبدل السيئات حقيقة إلى حسنات، فيضع كل مكان كل سيئة حسنة، والآية على ظاهرها. وهؤلاء استدلوا بأحوال وأقوال، ومن ذلك ما رواه البزار وغيره بسند صحيح أن رجلا شيخ كبير يدعم على عصر قد سقط حاجباه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت رجلا قد أتى من الذنوب صغيرها وكبيرها ولم يترك حاجة ولا داجة إلا فعلها، ما ساب حاجة من الذنوب لا صغير ولا كبير إلا ارتكب هذه الذنوب، ولم يترك حاجة ولا داجة. بعض المفسرين من أهل اللغة قالوا: الحاجة والداجة أنه كان يقطع الطريق على الحجيج ويأخذ أموال الحجيج. قال: ولم يترك حاجة ولا داجة إلا فعلها. ألهذا توبة؟ الرجل يسأل كأنه يسأل لإنسان آخر مستحيا من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه، قال: أأسلمت؟ أنت مسلم؟ قال: أما أنا؟ يعني أنت فاكر أن أنا اللي بسأل؟ أما أنا؟ أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبد الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، قال: تفعل الخيرات وتترك السيئات، يبدلهن الله عز وجل لك كلهن حسنات. فقال الرجل: وغدراتي وفجراتي؟ نسي الرجل أنه كان يسأل بالتكنية أو بضمير الغائب. قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: وغدراتك وفجراتك. قال الراوي: فجعل الرجل يكبر ولا يزال يكبر حتى توارى، يعني فضل هو ماشي بعد ما ساب النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر حتى اختفى فرحا بذلك. والشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفعل الخيرات وتترك السيئات، يبدلهن الله عز وجل لك كلهن حسنات. والذي هو أصرح من ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم
آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من النار. أنا أحكي لكم على آخر واحد داخل الجنة وآخر واحد طالع من النار. قال: يؤتى برجل يوم القيامة فتعرض فيقول الله عز وجل فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه واحجبوا عنه كبار ذنوبه. طلعوا له الذنوب الصغائر بس واحجبوا عنه خبوا عنه الذنوب الكبائر. قال: ثم يقال له فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا وفعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. فيقول: نعم يا رب. وهو مشفق من كبار ذنوبه لا ينكر من ذلك شيئا وهو مشفق من كبار ذنوبه. أي أن الرجل لما عرض عليه أعماله التي هي من صغار ذنوبه أنت فعلت وفعلت فلا يستطيع أن ينكر، يقول: نعم يا رب. وهو مشفق من كبار ذنوبه أي خايف هيطلعوا دلوقتي الذنوب الكبار. قال: فيقال له: إن لك بكل سيئة مكانها حسنة. فيقول: يا رب إن لي ذنوبا كبارا قد فعلتها لا أراها هنا. قال أبو ذر: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. هتقول الذنوب الكبيرة كمان طالما المسألة هتبدلوا لي الذنوب بحسنات. فهذا الحديث أيضا مما يستشهد به من يقول بأن التبديل تبديل حقيقي، فمكان السيئة تضح حسنة. وهذا عباد الله له اعتبار، وإلا ربما يظن ظان بطريق خطأ أنه يكثر من السيئات ويقول: خلاص أكثر من السيئات ما يوم القيامة السيئات هتبقى حسنات. نعوذ بالله من الجهل. إن هذا في حق الرجل الذي تاب من هذه السيئات، فإنه لما تاب منها يجعلها الله عز وجل له حسنات، وهذا من عظيم كرمه سبحانه وتعالى وعظيم فضله ومغفرته للتائبين. بقي لنا أن نذكر بعض الأمور التي تعين على ملازمة التوبة. فإن بعض الناس ربما إذا أذنب لا يقبل على التوبة ويؤخرها ويسوفها، ونسأل الله العفو والعافية. وهذا حال أهل الغفلة والعصيان والفجور والعياذ بالله، فإنهم لا يشغلهم الذنب ولا يؤرقهم وجوده بغير توبة. أما المؤمن فإنه إذا أذنب ترى أثر ذلك على المؤمن حتى يحدث له توبة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه يجلس في أصل جبل ينظر إليه كأنه يسقط عليه، أو كما قال. المؤمن ينظر إلى ذنوبه كأنه جالس تحت جبل، فينظر إلى الجبل يقول: ممكن يسقط علي دلوقتي، فينظر إلى ذنوبه كأنها جبل فوق رأسه سيسقط عليه. هذا هو حال المؤمن، ولذلك سرعان ما يتوب إلى الله ويستغفر ويرجع ويلازم التوبة. والأمور المعينة على التوبة بإذن الله كثيرة، ومن شاء الاستزادة على ما سنذكره فليرجع إلى كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، فهي مليئة بذلك. وإني وقفت على خمسة منها، أبرزها مراعاة للوقت، فإن من الأمور التي تعين على ملازمة التوبة، أي تعينك على أن تظل ملازما للتوبة دائما، لا أن تحدث توبة فقط بل تظل دائما مصاحبا للتوبة، أول ذلك الإخلاص لله عز وجل. فالمسلم المخلص لله عز وجل في العبادة والمحبة وسائر ما يكون لله سيكون بإذن الله في حصن من الزلل، وأنه يكون بذلك بعيدا عن المعاصي بكثرة إخلاصه. قال الله عز وجل عن نبيه يوسف:
لما كانت محنة المرأة، قال: كذلك لنصرف عنه السوء، إنه كان من عبادنا المخلصين. فالإخلاص سبب لأن تكون في حصن من الله عز وجل، فيحصنك الله عز وجل، وتكون بعيدا عن المعاصي وعن ضعف أن ضعف النفس للوقوع في المعاصي. ومن هذه الأمور المعينة كذلك على ملازمة التوبة العلم الشرعي وحضور مجالس الذكر. إن العلم الشرعي يزيد الإنسان إيمانا ويزيده خشية، وحضور مجالس الذكر يجلب على الإنسان المغفرة. قال الله عز وجل في شأن العلم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم يزيدك خشية، يجعلك تخاف الله عز وجل. كلما تعلمت من علم الله الشرعي كلما ازداد قلبك خوفا من الله عز وجل. ومجالس الذكر تجلب لك المغفرة حتى لو أصبت ذنبا أو نحو ذلك. فإن في مجالس الذكر الشهادة العظيمة: أشهدكم أني قد غفرت لهم. ومن هذه الأمور كذلك المعينة على ملازمة التوبة المجاهدة، أي مجاهدة النفس والاجتهاد في الابتعاد عن أسباب المعاصي ومواطنها. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه كلما جاءت لتضعف لترتكب الذنب والمعصية، يجاهدها. فهذه المجاهدة لها أجر عظيم، والله يعينك إن شاء الله. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والابتعاد عن مواطن المعاصي وأسبابها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا قصة التائب من قتل 100 نفس وقول العالم له: اترك هذه الأرض فإن أهلها أهل سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن بها أناس صالحون فاعبد الله معهم، فإن كانت لك رفقة فاسدة، قرية فاسدة، مكان أنت ترتكب فيه الذنوب، أشياء تعينك على ارتكاب الذنوب، فاهجر ذلك وابتعد عنهم حتى تضمن أن تكون ملازما للتوبة. ورابع ذلك هو استحضار عقوبة الذنوب في الدنيا، هو استحضار عقوبة الذنوب في الدنيا أي قبل الآخرة. استحضر ذلك، فإن من عقوبات الذنوب الكثير الكثير، وأرجع إلى كتب أهل العلم في ذلك أيضا، وإني أشير إشارات إلى بعضها. فإن من أعظم أضرار الذنوب على الإنسان في الدنيا سخط الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل يسخط على الإنسان الذي يعصيه سخط الرب. ثم كذلك من أضرار الذنوب والعياذ بالله قسوة القلب. فالمذنب العاصي تجد قلبه قاسيا. ومن أضرار الذنوب تضييق الأرزاق، فإن أصحاب الذنوب أرزاقهم ضيقة، ويضيق الله عز وجل عليهم أكثر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ومن أضرار الذنوب كذلك تعسير الأمور وقلة التوفيق، فإن الله عز وجل يجعل لك الأمور معسرة وتكون قليل التوفيق في الأمور. ومن أسباب وأضرار الذنوب كذلك سواد الوجوه والعياذ بالله. فكلما أكثر الإنسان من الذنوب كلما اسود وجهه، وهذا لا يراه إلا أهل الطاعات. قال الحسن البصري: والله وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، ركبوا أعظم المراكب وعاشوا في القصور، فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم. ومن ذلك أيضا والعياذ بالله ظلمة القلب والعياذ بالله، وغير ذلك مما ذكره العلماء في ذلك. والله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة، أي مصائب، فبما كسبت أيديكم، أي بذنوبكم بمعاصيكم. وآخر ذلك أي من الأمور التي تعين على ملازمة التوبة الخوف من الموت قبل التوبة. الخوف من الموت قبل التوبة، تفكر في ذلك، أن تخاف أن تموت قبل أن تتوب. إن كثيرا من الناس يقول: سأتوب،
سأتوب سأتوب، ولربما يفجأه الموت. وماذا لو أفجأك الموت قبل أن تتوب؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وأهل النار والعياذ بالله المذنبون يتألمون ويندمون ويتمنون أن لو رجعوا إلى الدنيا ليتوبوا، لكنها قد انتهت الدنيا. قال الله عز وجل وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا منها نعمل غير الذي كنا نعمل. هنتوب، رجعنا بس الدنيا، هنتوب. أخرجنا منها نعمل غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وخاتمة عباد الله أن من صفات عباد الرحمن أنهم يلازمون التوبة على الدوام. وإن سيد عباد الرحمن المعصوم صلى الله عليه وسلم كان يلازم التوبة ليل نهار، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، فكيف بالخطائين؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.